فرعون مصري يحلق في سماء أوروبا. هكذا الحال بالنسبة لنجمنا عمر مرموش المحترف بصفوف إنتر أخت فرانكفورت، والذي أظهر تألقها الملفتة مع فريقه هذا الموسم وواصل سلسلة التطور الكبير، الأمر الذي يظهر من خلال أرقامه المميزة. مرموش الذي بدأ مسيرته الكروية من وادي دجلة حيث التأسيس المثالي في مرحلة الناشئين، ثم اتجه إلى ألمانيا تحديدا من بوابة نادي فولفسبورغ. وفي محطة فولفسبورغ تحت 19 عاما خلال مشواره الكروي أظهر اللاعب تألقه وسجل 3 أهداف في 3 مباريات، الأمر الذي قاده للفريق الأول. وكان التألق الملفت مع فولفسبورغ في الدوري الألماني خاصة في 2022-2023 الذي سجل خلاله 6 أهداف وكان حاسما في المواعيد الكبرى. تألق مرموش مع فولفسبورغ قاده للتواجد في صفوف فرانكفورت، واستطاع ببراعة أن يسيطر على صدارة هداف الدوري الألماني وسط منافسة قوية مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ. دينو توب مولر مدرب فرانكفورت وصف مرموش بسارق الأضواء في إشارة لتألقه الملفت الذي أجبر العديد من الفرق الإنجليزية على متابعته والاهتمام بضمه خلال الفترة المقبلة. وتفوق مرموش على زملائه في فرانكفورت في مختلف الأرقام، فكان أكثر لاعبي فريقه مساهمة في الأهداف وأكثرهم قياما بالمراوغات الصحيحة، فضلا عن كونه أكثر من يسدد على المرمى خلال منافسات الدوري الألماني مما يعكس تطوره. ويبقى المستفيد الأكبر من هذا الظهور القوي منتخب مصر بقيادة حسام حسن الذي يستغل وجود مرموش بشكل مثالي أملا في تطور أكبر واستفادة مثالية للكرة المصرية.